إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الإخوان مع المناطق الجنوبية لصحرائنا المغربية، تحية لكم جميعا أينما كنتم إخوان. هذا المقطع تشوفوا معنا مركز الدورة اللي كيتواجد ما بين الطاح والعيون. ملي كان فوتو الطاح كنلقاو مركز ديال الدورة، هو واحد فيلاج كان خارج على الطريق، ولكن راهم يعني الدورة الجديدة، يعني بحال الفيلاج الجديد راه داروه وسط هذا الطريق، هذه الطريق السريع، لأنه المركز ديال الدورة القديم، الفيلاج ديال الدورة القديم كان خارج شوية على اليسار ديالنا. إلا كنا غاديين في اتجاه ديال العيون كيكون على اليسار ديالنا. والآن الإخوان راهم كيديروا يعني المركز ديال الدورة في وسط هذا الطريق هذه، يعني لا كاين على هذا الطريق هذه. كما غتشوفوا معنا راه كيتم توسيع ديال الفيلاج والتجهيزات، وغتشوفوا بزاف ديال الاشجار ديال النخيل اللي داروا في الشارع وسعوا داك الشارع، لانه داك الشارع هو يكون المستقبل ديال هذيك المدينه. يعني الناس ما بقاوش، الاغلبيه غيتحولوا لهذا المركز الجديد لانه كيتوسط هذا الطريق هذه، لان هذه الطريق هذه هي اللي يكون عندها المستقبل ويكون عندها التنميه ويكون عندها كل شيء، يكون فيها واحد الرواج ديال التجاره والبيع والشراء والمقاهي وكل اي حاجه اللي دارت على الطريق راه يكون فيها الرواج، على غرار هذاك الفيلاج اللي بعيد على الطريق. يعني كيصالح غير الناس اللي كانوا ساكنين بكري تما كاين قدام، كما غتشوفوا معنا الاخوان هنا في هذا البلاك هذه، في هذا البانو كيعطيكم بانه الدوره هي على اليسار، يعني راه غادي تدور ليها من هنايا. ولكن هنايا في الدخله ديال هذا الفيلاج هذا انتم غتشوفوا معنا، اللهم بارك، شوفوا التشجيره الاخوان والاناره وداك الشيء، يا سلام تبارك الله. هنا داروا لكم البانو فيه الدوره، يعني الدوره هنايا، هذا هي الدوره اللي تكون الدوره الجديده، يعني هي هذه، هذا هو السونتر. شوفوا الشارع تبارك الله، شوفوا الشجره كما كتشوفوا النخل، يلا محطوطه الاخوان، النخل باقي جديد وخدامين كيجهزوا هاد الشارع هذا، هاد المركز هذا كيديروا فيه تجهيزات على حساب السكان وعلى حساب المحلات التجاريه وداك الشيء. المهم راه خدام كيتجهز، وشوفوا الجنبات ديال الطريق داروا فيه البافي، والاناره كما كتشوفوا باقا جديده، الاعمده راه باقا فيهم البلاستيك، يعني الشارع كيوسعوه جديد. انتم شوف خدامين كيديروا، الشركه راه خدامه كدير تجهيز هنايا، والدوره هي كما كتشوفوا هنايا في هاد الطريق هذه على اليسار. المركز ديال الدوره القديم هو هذا على اليسار، هنا غيولي المركز الجديد ديال الدوره. وهنا دي انتم الاخوان هنا راهم كيصيبوا المحلات التجاريه، شفتوهم هما محلات تجاريه جديده هنايا على جانب الطريق. كلشي كيولي، كلشي يولي ممتاز ان شاء الله مستقبلا. هنايا راه خدام الناس على هذا التجهيز ديال هاد الفيلاجات هنا على الطريق، والدوره عند الدخله من تما الاخوان في الفيلاج، وعندها الدخله هنا في الخرجه هي، هو الدوره كتبقى هنا على اليسار. تحية لكم جميعا أينما كنتم الإخوان، وخليكم مع المناظر بلادي، وباقي الطرقات باقي ندخلوا إن شاء الله وسط العيون، طريق السلامة نتمنى لجميع مستعملي الطريق، وخليكم مع الطريق الجميلة الرائعة، يا سلام طريق السلامة للجميع. وما تنساوش تابونا معنا في القناة وديروا الضغط على الجرس، ما تنساوش مشاركة القناة، ما تنساوش الإعجاب في القناة فضلا وليس أمرا. تحية لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي. كما كتشوفوا معنا هنايا بانت لكم واحد الطريق ديال الصغيرة في الكبيرة، ولا الكبيرة في الصغيرة، هاي هنايا الإخوان كاين الطريق ديال الدورة في هذا المدخل هذا هنايا على اليسار ديالنا، طريق السلامة. وخليكم مع القناة، والسلام عليكم.
ترجمة.